عرف بيك كريم فتحي محمد. عم كريم انت بتشارك في الماراثون ليك قد ايه؟ انا بلعب نعم بلعب دربات من 99 انت سن كبير. كل فعاليات الماراثون اللي حصلت في بني سويف انت شاركت فيها؟ شاركت في كل مهرجانات اللي حصلت في بني سويف. انت بتتدرب ازاي بقى؟ انا بتدرب الصبح انا وكابتن احمد شحاته زغلول على طريق جيتش. يوميا؟ نعم يوميا. يوميا شاركت في بطولات؟ انا بشارك في بطوله الجمهوريه للشركات، واخد اول جمهوريه للشركات تبع شركه الدخان. انت قلت لي سنك كام يا عم كريم؟ 56 سنه. شكرا لك. ماشي ماشي عند الرباب عند الدار منك.